فيديو مادة الحاسوب للصف السادس. عرفنا يا سادس انه رح ناخذ في هذا الفصل ان شاء الله برنامج معالج النصوص وورد 2010. تعرفنا على طريقة تشغيل البرنامج اللي هي بننقر على زر ابدأ ستارت، بنختار all programs، بعدها بنختار مايكروسوفت اوفيس، نختار من مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت وورد 2010. فهي بيظهر عنا برنامج الوورد، تعرفنا على أجزاء الشاشة الرئيسية لبرنامج الوورد. في البداية عنا شريط العنوان، شريط العنوان بيحتوي على عنوان الملف، هون عنا Document 3 واسم البرنامج مايكروسوفت وورد، وعلى أزرار التحكم زر الإغلاق وزر تكبير النافذة وزر تصغير النافذة. عرفنا إنه في عنا شريط القوائم، مثل قائمة هوم الصفحة الرئيسية، قائمة انسيرت ادراج، قائمة فايل ملف، وعندنا شريط الادوات. هذا شريط الادوات، كل قائمة من هاي القوائم لها شريط ادوات خاص فيها، يعني كل ما اختار قائمة من القوائم بتغير عندي شريط الادوات. وعندنا حيز العمل، هاي الصفحة البيضة هي حيز العمل، هون بيتم طباعة النص وادراج الصور والاشكال والرسومات التوضيحية، وبيحتوي على حيز العمل بيحتوي على مؤشر الكتابة، هي النابض. هذا مؤشر الكتابة حكينا فائدته أنه بيحدد لي مكان الكتابة، بيحدد مكان الكتابة. طيب بدنا نتعرف اليوم يا سادس بدرسنا على شريط قائمة الصفحة الرئيسية. رح نتعرف على شريط أدوات قائمة الصفحة الرئيسية هون. طيب على ايش بيحتوي هذا الشريط؟ بيحتوي على ادوات، هاي الادوات مقسمة لمجموعات، كل مجموعة من هاي المجموعات ادواتها يعني لها وظائف متشابهة. يعني في عنا اول اشي نعدد هاي المجموعات، في عنا مجموعة الحافظة، مجموعة الخط، مجموعة الفقرة، ومجموعة الأنماط، ومجموعة إديتنج تحرير. يعني هو مقسم لي الأدوات لمجموعات. نرجع نعيد المجموعات: مجموعة الحافظة، مجموعة الخط فونت، مجموعة فقرة باراجراف، مجموعة أنماط ستايلز، ومجموعة إديتنج تحرير. طيب نتعرف بشكل بسيط على كل مجموعة، شو الأدوات الموجودة فيها. بالبداية يا سادس، قبل ما نختار أي أداة من الأدوات، في شغلة مهمة لازم نعملها قبل اختيار أي أداة، اللي هي تحديد النص، حتى الأداة هاي تعطيني نتيجة. يعني أنا إذا ما حددت النص ما رح يكون في فائدة للضغط على هاي الأداة. فأول إشي بحدد النص من خلال السحب والإفلات بزر الفأرة الأيسر. هاي تظلل عندي النص باللون الأزرق، هيك أنا ضللت النص حتى إنه يكون في تأثير للأدوات اللي بختارها. نيجي على أول مجموعة اللي هي مجموعة الحافظة. مجموعة الحافظة فيها أدوات زي أداة النسخ، هاي لو اخترت نسخ تمام، ونزلت مؤشر الكتابة واخترت أداة بيست لصق، شو بيعمل لي؟ بيعمل لي نسخ للنص اللي حددته. طيب لو رجعت حددت النص اللي هو الصف السادس مدارس الوطن العربي واخترت أداة كت قص، شو بعمل؟ بقص لي النص اللي حددته. طيب نيجي على المجموعة الثانية اللي هي مجموعة خط. مجموعة خط يا سادس، ما ننسى أول إشي لازم نحدد النص، لازم نحدد النص حتى نشوف تأثير الأدوات. لو إجينا على مجموعة خط، شو فيها أدوات؟ فيها أداة مثلا تغيير حجم الخط، فونت سايز، حجم الخط، بختار الحجم اللي بدي اياه. هي هون بنقر على السهم المجاور لإلها وبختار الحجم المناسب بالنسبة لإلي. هي أنا اخترت الحجم المناسب. طيب كمان من مجموعة خط بقدر اختار أداة تغيير نوع الخط، تغيير نوع الخط، هي هون بختار نوع الخط اللي بدي اياه. كمان فيها أدوات تغيير لون الخط، من الأمثلة على الأدوات اللي موجودة بمجموعة خط لون الخط، هي بنقر على السهم المجاور لإلها وبختار اللون اللي بدي إياه. مثلا هاي هون أنا اخترت هذا اللون، هاي بغير لون الخط. طيب من الأدوات الموجودة بمجموعة فقرة مثلا المحاذاة،
كيف يعني محاذاة؟ أنا هي حددت الفقرة، ممكن أعمل محاذاة الفقرة يمين أو يسار أو توسيط، لو اخترتها توسيط بنلاحظ إنها صارت بوسط الصفحة، هاي هون غيرت المحاذاة، فأنا بختار المحاذاة المناسبة لإلي. كمان من الأدوات الموجودة بمجموعة الفقرة باراجراف أدوات الترقيم، أنا ممكن أرقم الفقرة، فهون لو إجيت على أسماء طلاب الصف السادس، أسماء طلاب الصف السادس على فرض إنهم مش مرقمين، لو أنا بدي أرقمهم، بدي أرقم أسماء طلاب الصف السادس بحددهم، هاي حددتهم الخطوة الأولى اللي هي التحديد، بعدين بروح على مجموعة باراجراف فقرة، بختار أداة الترقيم وبختار شكل الترقيم المناسب لإلي، فهي يعني اخترت ترقيم بالأرقام العربية، هاي الترقم لو بدي أرجع أرقمهم بشكل آخر، أول إشي بحددهم، حدد الأسماء، هاي حددتهم، بروح على مجموعة الفقرة باراجراف على أداة الترقيم، بعدها بختار شكل الترقيم المناسب، هاي رقم لي إياهم بشكل مختلف. طيب كمان من المجموعات الموجودة عندنا مجموعة ستايلز الأنماط، هون مجموعة ستايلز فيها ممكن أنا أختار تنسيق جاهز، هي حددت النص، ما ننسى دائما لازم نحدد النص، بختار التنسيق المناسب لإلي، يعني هون تنسيقات جاهزة، في عندي تنسيقات جاهزة، ممكن أختار أي تنسيق مناسب للفقرة اللي أنا حددتها. طيب مجموعة editing، مجموعة editing من الأدوات الموجودة فيها select find، كل هدول الأدوات إن شاء الله يا سادس رح نتعرف عليهم بالتفصيل، كل الأدوات الموجودة بهذه المجموعات. نرجع نعيد المجموعات الموجودة عندي بشريط أدوات قائمة الصفحة الرئيسية هون، أول إشي بروح على قائمة الصفحة الرئيسية هون، فبظهر عندي بشريط الأدوات، الأدوات الخاصة بهاي القائمة. الأدوات هاي مقسمة لمجموعات، المجموعات هي مجموعة الحافظة، مجموعة فونت الخط، مجموعة باراجراف الفقرة، مجموعة ستايلز الأنماط، ومجموعة إديتينج التحرير. وبهيك بكون انتهى درسنا يا سادس، إن شاء الله يعطيكم ألف عافية.